بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع عن المسافة الفاصلة بين حلم الرياض وواقع غزة نقرأ في هارتس الإسرائيلية. وفي رأي اليوم نطالع قراءة مختلفة لزيارة بايدن، لماذا نأت معظم الدول المشاركة بنفسها عن الناتو العربي ووأدته مبكرا. وفي بوليتيكو الأمريكية، بعد رحلة بايدن الاستكشافية إلى الشرق الأوسط السمعة شوهت، فهل المصالح ضمنت؟ وفي الحدث هذا اليوم، كيف تنظر دمشق إلى جولة بايدن والتوازنات المقبلة في المنطقة؟ وفي جديد اليوم، السلطات السودانية تفرض حظر تجول في مناطق بولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات دامية أوقعت عشرات القتلى. في الميادين نت إسبانول، تكتب بعثة الحقيقة الفنزويلية عن ذهب كاراكاس المحجوز في لندن، سرقة على يد مؤسسات بريطانية. وضيفنا اليوم عقيل محفوظ. حلم الرياض، واقع غزة، المفارقة بين هذين المشهدين كانت عنوان افتتاحية صحيفة هارتس الإسرائيلية، حيث تقول القذائف الصاروخية التي أطلقت أمس من غزة نحو إسرائيل والغارات الجوية ردا عليها حطمتا في لحظة واحدة نشوة التطبيع الركيك مع السعودية واندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، وفي الأساس حطمتا الرضا الإسرائيلي عن عدم حشر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في زاوية عملية السلام مع الفلسطينيين. فتسيير الرحلات الجوية فوق السعودية وحضور صحفيين إسرائيليين في جدة والإعلان المشترك عن منع سلاح نووي عن إيران وبقية أضواء السلام الوامضة، كل ذلك لا يمكنه أن يحل مكان التهديد الأكثر ملموسية ومباشرة وخطورة الكامن لإسرائيل في الشرق وفي الجنوب. أجدد الترحيب بك ضيفنا من دمشق، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق عقيل محفوظ. أهلا بك أستاذ عقيل، برأيك ماذا تحقق من النتائج التي كانت تتمنى إسرائيل الوصول إليها من خلال جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة؟ ما الذي كانت تريده إسرائيل منذ لحظة وصول الرئيس بايدن ولقائه القادة الإسرائيليين حتى قمة جدة يوم أمس؟ صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا كل ما قيل حول هذه الجولة وحول أيضا قمة جدة كان يرتبط بإسرائيل، كانت إسرائيل هي الحاضر الغائب الحاضر أو الحاضر الحاضر إن أمكن التعبير، حتى قبل مجيئه، حتى في مقاله الذي نشره بايدن قبل حضوره كان يقول ويبرر بأنه كل ما يمكن أن يدور في جولته في الشرق الأوسط يرتبط في المقام الأول بأولوية إسرائيل، بأمن إسرائيل، وهذا تم انعكس على ما يسمى إعلان القدس الذي جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها في هذا الإعلان، التزامها بتفوق إسرائيل النوعي على كل جوارها، وأيضا أولوية التطبيع، وما قيل أيضا في المسائل المتعلقة بإدماج إسرائيل، حتى أنهم لم يستخدموا كلمة تطبيع بصورة مباشرة، فضلوا استخدام تعبير آخر ربما أقل حمولة سلبية بالنسبة للمزاج العام في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي. أنا أقدر بأنه بكل ربما كانت سقوف عالية لدى الإسرائيليين وربما في الخطاب السياسي والإعلامي، لكن ما تحقق ربما يفهموا بأنه هو الحد الأعلى الممكن في الظروف الراهنة اليوم. وكانت تأمل إسرائيل ربما أن تكون الزيارة هي رافعة لتطبيع أكبر مباشر علني بينها وبين المملكة السعودية، لكن بتقديري هذا الأمر ليس من السهل، ليس من اليسير اليوم أن يكون التطبيع كاملا أو صريحا. ربما حدثت أشياء لم تظهر للإعلام، هناك أشياء كثيرة تحدث في أمور من هذا النوع خاصة على المستوى الأمني، المستوى العسكري إذا شئت، والإسرائيليون كانوا يتحدثون عن إمكانية تصدير أسلحة أو نظم دفاع صاروخي للمملكة من أجل الدفاع عن بنيتها أيضا ضد اليمن، وأيضا الدفاع عنها عن إسرائيل عن السعودية ضد هجمات محتملة على قطاع النفط وغيره. أستاذ عقيل، بالعودة إلى صحيفة هارتس، هي تطرقت إلى القذائف التي أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات والأراضي المحتلة، برأيك هذه القذائف وفي هذا التوقيت أي رسائل تحمل، خاصة مع سعي إسرائيل إلى التطبيع مع المزيد من الدول العربية؟
أنا أقدر بأن مسار المقاومة، مسار غزة والمقاومة هو مسار موازي لكل هذه المسائل، لكل ما يتم الحديث عنه منذ اتفاقات أبراهام وحتى اليوم. يعني صاروخ واحد هو يكثف مجمل الموقف ومجمل إذا شئت الأفق المحتمل أو الموعود أو المأمول من قبل المطبعين. صاروخ واحد يعيد ثوابت الصراع الموجود في المنطقة، من أنه كل ما يتم الحديث عن حل الدولتين وعن تسوية القضية الفلسطينية بمعزل عن الممثلين الفعليين والحقيقيين للفلسطينيين، هذا كله كلام لا أفق له ولن يفضي إلى نتيجة. تعلم أستاذ بأنه ليست هذه القمة الوحيدة، هناك عشرات والمئات الاجتماعات والقمم الأمنية والسياسية وغيرها خلال عدة عقود لم تفضي إلى شيء، بل إن جذرية الصراع يتم تأكيدها مرة بعد أخرى، لأن الفلسطينيين لا يعنيهم كل هذا الخطاب حول إدماج إسرائيل، طالما أن جذر الصراع وأساسه لم يتم التعامل معه ولم يتم أخذه بالاعتبار بالقدر المطلوب. ولذلك نعم، صواريخ غزة هي أعادة التأكيد على الثوابت، على بداهات الصراع الموجود في الإقليم الذي هو الصراع بين العرب والإسرائيليين، وأن لا أفق، يعني لن تكون هناك تسوية ممكنة في ظل هذه المقاربات الجذرية للموضوع. أستاذ عقيل، ننتقل الآن إلى جريدة رأي اليوم الإلكترونية، حيث يطرح رئيس التحرير عبد الباري عطوان جملة أسئلة من بينها: لماذا نأت معظم الدول المشاركة بنفسها عن الناتو العربي ووأدته مبكرا؟ إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عاد من زيارته القصيرة للرياض في بداية حكمه وفي جعبته أكثر من 460 مليار دولار، فإن خلفه جو بايدن عاد إلى البيت الأبيض بعد قمة جدة خالي اليدين، باستثناء بعض الاتفاقات والوعود الأولية التي لا تخدم بلاده. الرئيس بايدن ذهب إلى السعودية مكرها ولتحقيق أهداف عديدة، أبرزها دفعها مع دول خليجية أخرى لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار، وإنشاء ناتو عربي خليجي إسرائيلي لمواجهة إيران، ودمج الاحتلال في المنطقة من خلال خطوات تطبيعية أوسع. ولا نعتقد أن أي من هذه الأهداف قد تحقق. فمصر التي شن إعلامها هجوما ساحقا وغير مسبوق على الرئيس بايدن نأت بنفسها عن هذا الناتو وتفاوضت سرا مع إيران، وهي لن تتورط في أي حرب ضدها، بينما الأردن أعلن عبر وزير خارجيته أن إيران ليست عدوا، وذهبت دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أرسلت سفيرا إلى طهران لتوثيق العلاقات معها عشية قمة جدة، وهي تقيم سلطنة عمان والكويت وقطر علاقات وثيقة مع طهران. المعادلات على الأرض سياسيا اقتصاديا وعسكريا في منطقة الشرق الأوسط تتغير، ولمصلحة الحلف الصيني الروسي الإيراني ومنظومة دول بريكس الخماسية وأمريكا اليوم وبعد هزيمتها شبه المحققة في أوكرانيا، ليست أمريكا الأمس، ومن سيراهن عليها فسيخسر حتما. أستاذ عقيل، قبل جولة الرئيس بايدن هذه إلى الشرق الأوسط جرى يعني التحشيد لفكرة ناتو شرق أوسطي، وأن هذا ما سيتحقق من خلال هذه القمة، وإذا ما تبعنا كل المواقف خلال هذه الجولة العربية خاصة أيضا خلال قمة جدة يوم أمس، معظم الدول المشاركة نأت بنفسها عن هذه الفكرة، وهذا ما طرحه الكاتب في المقال، لماذا برأيك؟ نعم، أنا طبعا أوافق الأستاذ عطوان على ما قاله. العالم تغير بالفعل وأمريكا تغيرت كما قال، ونحن اليوم أمام معطيات وأمام ديناميات تفاعل في العلاقات الدولية مختلفة بشكل كبير، خاصة بعد الحدث الأوكراني. الدول العربية التي هي جزء من تحالف من منظومة أمنية إقليمية وأمريكية في المقام الأول منذ عقود بعيدة، ربما منذ خمسينيات القرن العشرين، هي وجدت نفسها اليوم أمام تحدي كبير. الولايات المتحدة تريد أن تضعها في منظومتها من دون أن تراعي أولويات تلك الدول. لذلك وهو أصاب في هذه المسألة لم نجد بلد واحد يؤيد فكرة تحالف ضد إيران. ربما أقصى ما يريدون أن تكون هناك منظومة أمن تراعي أولويات كل بلد بعينه، وليس أن يكون جزء من منظومة تواجه إيران، وإيران اليوم هي في وضع
تدرك دول الخليج أن أمريكا مهتمة جدا بالعودة إلى الاتفاق النووي، وأنها مهتمة أيضا بعودة إيران إلى سوق النفط العالمي، ربما بارتباطا بالأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة في أوروبا والموضوع مع روسيا وغيرها. الخليجيون يتابعون جولات المفاوضات في جنيف وفي الدوحة، ولذلك هم يشعرون بقدر قليل من الأمان حيال المقترحات الأمريكية. ثم إنهم ربما يمارسون شيء من العقلانية السياسية في مقاربتهم للموضوع الإيراني وللموضوع الإقليمي في جزئية الاهتمام بالتفاوض مع إيران. السعودية تفاوض إيران في بغداد، والإمارات أيضا، وكل دول الخليج هنا تقيم قنوات اتصال مع إيران بشكل مكثف وبشكل متزايد. هذا مؤشر على أن مدارك التهديد بالنسبة لدول الخليج تختلف، ليست متطابقة مع مدارك التهديد التي لدى إسرائيل أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا مؤشر. نحن نستمع للخطاب الإيراني الذي يقول بأنه أولويات الأمن يجب أن يضعها أبناء الإقليم أنفسهم. ومنذ عدة عقود وحتى اليوم، وحتى اليوم الآن بالذات، هناك حديث إيراني عن أن هذه الأولويات يجب أن تتحدد بموجب حوار إقليمي في منطقة الخليج، وأن تكون الأولوية بالفعل لأهل المنطقة وليس للقوى الخارجية، التي يدرك اليوم الخليجيون أن أمريكا تريد أن تأخذهم إلى مكان آخر ارتباطا بأولويات. طيب، يعني أستاذ عقيل، عفوا على المقاطعة، برأيك هذا الهدف يعني فشل وتم وأده فعلا كما قال الكاتب منذ قليل في الصحيفة؟ أنا أقدر بأنه أن السقوف العالية لهذا الخيار هي تم إجهاضها أو تأجيلها، لأنه أيضا إذا أردنا أن ننظر للموضوع نظرة من المقلب الآخر، نلاحظ بأنه دول الخليج ليس لديها أولويات، ليس لديها خيارات كثيرة في مجالات الأمن. هي تعتمد في أمنها، بأمنها حتى الداخلي، على الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنها تريد ربما أن تأخذ شيء من المداولة أو المفاوضة أو المساومة إذا شئت مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني السعودية اليوم تطلب المزيد من بناء الدفاع الجوي من أمريكا، وحتى اليوم أمريكا لا تقدم هذه البناء، يعني هذه الإعدادات وهذه الشبكات الصاروخية وغيرها. هناك الأمر لا يزال مفتوح. أنا أقدر بأن المسألة لن تصل إلى قطيعة في المقاربة الأمنية بين أمريكا ودول الخليج. في شيء يعني من الصعب تصور. يعني يمكن أن يعاد طرح الفكرة، هذه الفكرة يعني فيما بعد في الفترة المقبلة ربما. أنا أقدر نعم، بأنه لأنهم هم في أفق أمني واحد، يعني حتى نكون صريحين، وليسوا أمام خيارات انفصال أو افتراق. هذا فيما يتعلق بناتو شرق أوسط، لكن بالانتقال إلى هدف آخر مهم أيضا من هذه الزيارة، وهو زيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار. طبعا وهذا لم يتحقق، الجواب السعودي كان واضحا على لسان ولي العهد خلال افتتاح قمة جدة بأن زيادة إنتاج النفط بالنسبة للسعودية بلغ المستوى الأقصى. ما هي الخيارات برأيك الأمريكية بعد أيضا فشل تحقيق هذا الهدف المهم بالنسبة لأمريكا؟ نعم، أنا يعني إذا افترضنا قراءة عقلانية للأمور، الخيار الأقرب أو الأهم بالرغم من كل الذي يعني ما قيل في القدس وفي جدة عن احتواء مشروع إيراني أو غير ذلك، الخيار الأكثر عقلانية، وهذا نقرأ أيضا من في تقديرات مراكز الأبحاث الأمريكية، أن يكون هناك عودة للاتفاق النووي، رفع الحصار عن إيران والعقوبات، عودة إيران إلى سوق النفط العالمي. هذا خيار في الحقيقة مطروح، وأرجع بأن هناك يتم التعاطي معه بجدية. إذا عادت إيران إلى سوق النفط يمكن أن تعوض جزء مهم من الفاقد في سوق النفط والغاز، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية. هذا الخيار إذا شئت هو نفسه الذي يمثل تحدي أو ربما يثير مدارك تهديد من قبل موسكو، من قبل روسيا، التي تبدو أكثر اهتماما اليوم بكيف تنظر إيران للمسألة الأوكرانية ولمسألة الأمن وأمن الطاقة وسوق الطاقة في العالم، لأن الروس يشعرون بأن أيضا عودة إيران إلى سوق النفط يمكن أن تشكل يعني بين قوسين تهديدا، باعتبار أن أمريكا تريد ذلك. طيب، ننتقل الآن إلى يعني إلى صحف أخرى، وطبعا نبقى في جولة بايدن التي لم تسلم أيضا من انتقادات الصحافة الأمريكية. من موقع بوليتيكو اخترنا هذا المقال بعنوان رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، السمعة شوهت لكن ماذا عن المصالح؟ كانت رحلة الرئيس إلى الشرق الأوسط مثالا صارخا على كيفية التقليل من أهمية القيم على المسرح العالمي في إطار السعي لتحقيق المصلحة الوطنية، إذ أظهرت زيارات بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية
أن الولايات المتحدة تشارك في لعبة كبيرة وتسعى إلى إيجاد موطئ قدم أكبر لها في المنطقة، بينما تشق روسيا والصين طريقها فيها. لكن الوصول إلى الشرق الأوسط كان مكلفا، إذ تعرضت سمعة الرئيس كمدافع عن حقوق الإنسان لضربة كبيرة على الأرجح بمجرد بث صورة قبضته مع محمد بن سلمان عبر الشاشات في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن بايدن تحدث عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في لقائه مع الحاكم الفعلي للمملكة، فإن هدفه الرئيسي كان أجل تعزيز نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط. لكن بعض المحللين يجادل بأن كل ذلك لم يكن يستحق إعادة تأهيل محمد بن سلمان، والسؤال هو إن كان القرب من الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين وإعادة تأهيل ولي العهد السعودي يستحقان كل هذا العناء. من السابق لأوانه معرفة الإجابة، إلا أن المحادثات في جدة قللت من التفاؤل. في الإطار ذاته كتبت صحيفة نيويورك تايمز عينا بايدن مفتوحتان على الصين وروسيا بينما يمد اليد لديكتاتوري الشرق الأوسط. تقول الصحيفة خلال لقاءاته المؤلمة مع عدد من الرجال العرب الأقوياء هنا في السعودية، كرر الرئيس بايدن الإشارة إلى سبب واحد يدفعه لتجديد العلاقة مع حلفائه السعوديين الذين يقفون على الجبهة الخاطئة في المعركة بين الديمقراطية والاستبداد كما يصفها عادة، وهو أننا لن نترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. والحقيقة أن تأطير السيد بايدن مهمة أمريكا باعتبارها جزءا من أشكال جديدة من التنافس بين القوى العظمى كان صريحا، فعلى مدى عقود كان الرؤساء الأمريكيون ينظرون إلى الشرق الأوسط على أنه بؤرة للصراع وعدم الاستقرار ومكان تحتاج إليه الولايات المتحدة للحفاظ على تدفق النفط والقضاء على ملاذات الإرهابيين. الآن بعد أكثر من 20 عاما على الهجمات التي شنها سعوديون على مركز التجارة العالمية، بات بايدن مدفوعا بقلق جديد، فهو يجد نفسه مجبرا على مراقصة الطغاة إذا كان هدفه الأكبر احتواء روسيا والتغلب على الصين. سيد عقيل، داخليا على الصعيد الأمريكي برأيك، كيف يمكن أن يؤثر فشل هذه الجولة للرئيس جو بايدن؟ ما الثمن الذي يمكن أن يدفعه الرئيس بايدن داخليا؟ نعم، طبعا هناك هذه الجولة كانت مسار يعني تحفظات وسجالات كثيرة في بعدها العربي إذا شئت. وأيضا تفضل سيد عقيل. نعم، كانت هناك خلافية حادة داخل واشنطن في بهذه المسألة حول هذه الزيارة وجدواها وحول ترتيباتها، ليس فيما يتعلق بإسرائيل، هناك توافق كبير في واشنطن حول هذه النقطة، إنما في بعدها العربي إذا شئت. هذه الخلافية الحادة، هناك اعتراضات كثيرة حتى بعد أن وصل إلى جدة وبعد قمة جدة التي جرت يعني بالأمس. أنا أقدر بأن ليس هناك يعني منعكسات حادة بهذا الخصوص. السبب في ذلك أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية هي لها الكلمة العليا في نهاية المطاف عند أي مفترق أو عند أي سجال في سياسات من هذا النوع. قد يكون هناك مراجعة لما جرى في جدة لهذه الزيارة وإعادة تأكيد على أولويات أمريكا بخصوص المنطقة. لكن طالما أن إسرائيل راضية، أعتقد أن كل هذا السجال لن يفضي إلى نتيجة، وهي تظهر من خلال ما قرأته اليوم ببعض المنابر أو بعض التقديرات الإسرائيلية. الإسرائيليون ربما مهتمين بهذه الزيارة ليس بما حصل بالفعل، وإنما بما تعد به أو بما وعدت به، بما دشنته إذا شئت من عودة يعني أو إدماج إسرائيل في بنية أمنية قد لا تكون صريحة بالتمام أو معلنة بالتمام. لكن النقطة الأساسية برأيي الأكثر وضوحا أن أمريكا ليست حضور الرؤساء أمريكا إلى منطقة الشرق الأوسط كان باهتا جدا مع هذه الزيارة. هذا يظهر أن أمريكا تغيرت بالفعل مع كل هذا التغير الذي يحدث في العالم. هذا الالتباس، هذا الاختلال في حتى على المستوى السلوكي والمستوى الشخصي، أعتقد يعطي رسائل كثيرة ليس للعرب فقط وإنما للعالم، بأن أمريكا ليست بتلك القدرة التي يظنها، وأن هناك هذا التغير يفضي إلى تحولات مهمة على صعيد القوة في النظام العالمي. أستاذ
عقيل فيما يتعلق بالنقطة التي تطرقت إليها الصحيفة فيما يتعلق بمواجهة الصين وروسيا، هو قال الرئيس جو بايدن طبعا أنه لا يريد الابتعاد عن الشرق الأوسط كي لا تملأ الفراغ روسيا والصين. طيب، على ماذا تراهن الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الصراع مع روسيا والصين، وخاصة أنه مواقف الدول العربية فيما يتعلق بروسيا والصين بالتحديد معروفة؟ نعم، هلأ بالمقولة ربما يريد بايدن استعادة ذهنية ومنظور ما كان أيام الحرب الباردة، فكرة الاحتواء، مفهوم الفراغ هذا منذ أيام الحرب الباردة، وأعتقد بأنه هذا المنطق لم يعد شغالا اليوم. حتى لو كان لديه قواعد عسكرية في معظم دول المنطقة، كل الدول التي اجتمعت معه في جدة لدى أمريكا قواعد عسكرية فيها، ومع ذلك الأمر تغير بتقديري، وكما ذكرنا قبل الآن مدارك التهديد عند هذه الدول تغيرت. هناك شعور كبير بالتحول في ميزان القوى في العالم، وأن هناك قوى صاعدة، روسيا والصين وإيران ودول مثل الهند والأرجنتين وغيرها. هذا التحول لا يمكن إنكاره أو التخفيف من أهميته ومن تداعياته على المستقبل. لذلك كانت دول الخليج أكثر جرأة في موقفها حيال أوكرانيا، أكثر جرأة في تحفظها على مطالب أمريكية حيال روسيا وحيال الصين في أمور تتعلق بالتجارة والطاقة والأمن وغيرها. أعتقد بأنه منظور ما كان أيام الحرب الباردة وإعادة إنتاج مفهوم الاحتواء ومفهوم الفراغ أيضا لم يعد ممكنا ولا شغالا اليوم. وهذا الأمر يثير استغراب وربما يثير سخرية الكثير من المتابعين، أنه ما هذا المفهوم الذي يتم استعارته والذي أنتج قبل 70 عام، هل يصلح لتفسير طيب ما يجري؟ برأيك دكتور سيد عقيل، واشنطن اقتنعت بهذا الواقع وهذه المعادلات التي تغيرت في المنطقة سياسيا اقتصاديا وحتى عسكريا؟ لا، أي قوة نافذة لا تستطيع أن تتقبل بسهولة التغير في ميزان القوة. هي تشتغل بكل ما تستطيع من أجل، كما ذكرت، يعني إعادة إنتاج نظام القوة الذي تسيطر عليه. لكن وهذا ما تفعله في أوكرانيا وما تفعله في سوريا من 10 سنوات وحيال إيران منذ عقود. لكن بتقديري يعني قوة التاريخ هي أيضا مؤشر، يجب أن نفهم المسألة من منظور الفترات المديدة إذا شئت. هذا يساعدنا في فهم هذه التحولات التي لا تكون مباشرة ولا يكون لها منعكسات يمكن ملاحظتها بشكل آني أو قصير. ننتقل الآن إلى صحيفة لوموند الفرنسية، أيضا كتبت عن هذه الجولة. إذا عود جو بايدن الاتصال بمحمد بن سلمان لكنه غادر خالي الوفاض، هكذا عنوان صحيفة لوموند في عددها اليوم. إذا كانت لديك رغبة ما في الشرق الأوسط لا يمكنك أن تتجاهل السعودية. هذه المعادلة التي تناولها لسنوات المعلقون في السعودية اكتسبت أهمية خاصة في ختام الزيارة التي أجرها الرئيس الأمريكي إلى البلد. التقى بايدن بولي العهد السعودي رغم الوعد الذي قطعه بمعاملته كمنبوذ بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بيد أنه لم يحصل على أي ضمانات بزيادة إنتاج النفط. وتضيف الصحيفة، غادر الرئيس الأمريكي من دون أن يتمكن من إصدار أي إعلان حول رفع إنتاج النفط، رغم أن بايدن تحدث عن إجراء محادثات مثمرة مع الرياض ستظهر نتائجها الملموسة في غضون أسابيع قبل أن يستقل طائرة محملة بوعود سعودية. سيد عقيل، هل يمكن أن تظهر أي نتائج في الأسابيع المقبلة كما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط؟ الحسابات السعودية يمكن أن تتغير برأيك؟ لا، يعني هذه المسألة يعني تحدث محمد بن سلمان في تقديمه في الاجتماع عن أن السعودية بلغت سقف القدرة على الإنتاج. في نقطة يعني أنا هذا في العلن، يعني نعم صحيح، لكن هناك حدود بتقديري. يعني نحن نعلم بأن السعودية كانت تتزرع بمخاوف على قطاع النفط بنتيجة الصراع في اليمن، وأن هجمات الجيش اليمني وأنصار الله الطائرات المسيرة وغيرها على قطاع النفط هي قد تسبب إرباك في إمدادات الطاقة في السوق العالمي. يعني كل هذا الطموح الأمريكي بدفع السعودية للمزيد من الإنتاج، والسعودية ليس لديها خيارات كبيرة بالمناسبة لأن تواجه مطالب أمريكية حادة من هذا النوع. لكن هناك اليمن تستطيع أن تفعل الشيء الكثير. لا يمكن أن يكون هناك استجابة للمطالب الأمريكية بمعزل عن المسألة في اليمن. هذه نقطة
برأيي تستاهل المزيد من التدقيق والأخذ في الاعتبار، لأنه أنصار الله إذا لهم دور لهم كلمة في قدرة السعودية على زيادة إنتاجها وإمدادات سوق الطاقة في العالم ارتباطا بالمطلب الأمريكي. وهذه مسألة أيضا يعني بدها نقاش، بدها سياق للحديث. ما الذي يمكن أن يجري مع إيران ومع اليمن من أجل تمكين السعودية من زيادة قدرتها على إمدادات زيادة إمدادات النفط في سوق الطاقة العالمي؟ طيب، الآن نختم جولتنا مع الناشونال انترست، وربطا بالملف النووي الإيراني تكتب عن موت الاتفاق النووي، لماذا تتصاعد التوترات مع إيران؟ تقود الدراسة الدقيقة لحجج الأطراف المعنيين وتصريحاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد محادثات الدوحة، إلى فرضية أن القادة الإيرانيين يرون أنفسهم أصحاب اليد العليا في الملف، لأن الغرب يحتاج إلى الصفقة أكثر من طهران. وتتابع الصحيفة، ستوجه إيران اقتصادها شرقا مدفوعة بحرية الحركة بفعل تردد الدول غير الغربية في تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وقد بدأت ممرات تجارية جديدة بالظهور، على سبيل المثال ذاك الذي يربط بين روسيا والقوقاز وإيران والهند. وعلى الرغم من أن هذا الانعطاف شرقا سيمنع إيران من جني فوائد الوصول إلى الأسواق الغربية ورأس المال والتكنولوجيا، قد يكون كافيا للحفاظ على اقتصاد مقاوم مستقر نسبيا. وما يؤشر سياسيا إلى هذا هو الدعم الروسي والصيني لعضوية إيران في مجموعة البريكس، إلى جانب عضويتها التي نالتها أخيرا في منظمة شنغهاي للتعاون. أستاذ عقيل، مع كل العقوبات التي فرضت على إيران، استطاعت طهران التأقلم معها واعتادت عليها واتجهت شرقا، وهي يعني تتعامل بحرية، تتحرك بحرية. هل فعلا بات الأطراف، أطراف الاتفاق النووي طبعا الباقون، هم الأكثر حاجة إلى إعادة إحيائه اليوم؟ أنا أقدر نعم. لا يعني هي ما تقوله الصحيفة أن تتحدث عن موت، هذا أمر بعيد، يعني مسألة خارج التقديرات العقلانية للأمور. الاتفاق بتقدير هو تحت صحيح يشهد جمود أو يشهد انقطاع المداولات، لكن لابد هناك حاجة ماسة، العالم النظام العالمي يحتاج للعودة لهذا الاتفاق، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران. نعم. وإيران صحيح لديها بدائل مع الصين وروسيا وخاصة في قطاع النفط وغيره، لكن أيضا أنا بتقديري السياسات الإقليمية تتطلب تفاهم، كان هذا الاتفاق يساعد كل الأطراف على حلحلة مجموعة من العقد والأزمات في الإقليم. العودة إلى الاتفاق هي مفيدة للجميع، سوف تمكن إيران من موارد أكثر، من حضور أكثر في سوق الطاقة، من تدبير مصادر التهديد للإقليم بشكل أوسع. هذا أمر ربما يثير مخاوف لدى دول الخليج، لكن بتقديري هذه الحوارات التي تجري اليوم في بغداد وغيرها مع السعودية والإمارات وغيرها يمكن أن تحلحل أيضا جانب من هذه المخاوف. هذا الاتفاق مهم للجميع بما فيهم روسيا والصين نفسها، لأنه يفكك واحدة من مصادر الخطر على الأمن العالمي، وهو مصلحة للجميع بما فيهم سوريا بالمناسبة، وهذا الأمر معروف بطبيعة الحال. سيد عقيل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ننتقل الآن إلى فقرة الحدث هذا اليوم، من النفط إلى اليمن والنووي الإيراني والشراكة الاستراتيجية وأمن الاحتلال. ملفات متعددة حضرت في جولة بايدن بالمنطقة، فماذا عن دمشق؟ كيف تقرأ هذه الزيارة ومفاعيلها في ظل ضوضاء المواجهة بين واشنطن وموسكو؟ إلى الحدث هذا اليوم. ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم، تصحبنا الزميلة ديما نصيف في جولة على أبرز عناوين بعض الصحف الصادرة في دمشق اليوم. ديما مرحبا، تفضل. صباح الخير أحمد. عرضت الصحف السورية اليوم أحداثا رئيسية، نبدأها مع صحيفة الوطن السورية التي عنونت: روسيا عززت وجودها في عين العرب والجيش يحصن مواقعه شمال حلب في تل تمر بالحزكة ويرفع جاهزيته في تل رفعت. وفي خبر آخر نقرأ: طهران طالبت بتنفيذ القرار 2642 بكامل بنوده التي تفضي إلى إعادة الإعمار. بيدرسون يعلن إلغاء 9 جولات الدستورية المقررة في جنيف نهاية الشهر الحالي. وإلى صحيفة الثورة نقرأ: ملتقى قبائلي وعشائر وادي فرات في الميادين، التلاحم الوطني للتصدي لكل أشكال العدوان على سوريا.
أما الختام من مقال في صحيفة الثورة بعنوان بايدن والهرولة إلى الشرق الأوسط، يستعرض الكاتب هاني حمدان السياسة الأمريكية القائمة على خدمة مصالحها وعدم التوازن أو الثوابت في علاقاتها وتحالفاتها وخاصة مع دول المنطقة، في إشارة منه إلى التناقض بين تصريحات الرئيس الأمريكي النارية وهجومه على السعودية منذ سنتين وزيارته أخيرا إليها. ويرى الكاتب أن أي تحالف قائم مع أمريكا محكوم بالفشل في ظل سياستها في حماية ربيبتها إسرائيل وفق ما عرضه الكاتب. ديما، بالعودة إلى الخبر الأول الذي قرأته حول التعزيزات الروسية والسورية في الشمال السوري، إلى ماذا يؤشر موقف قسط في هذا الإطار؟ طبعا كان هناك العديد من التصريحات التي تحدثت عن إمكانية أن يكون هناك تفاهم بين قسط والجيش السوري أو حتى مع القوات الروسية، لكن حتى هذه اللحظة الأمر كله في إطار التصريحات الإعلامية وربما للضغط على الجانب أو على الطرف الأمريكي الذي لم يبدي أي ردة فعل باستثناء أنه يرفض العملية العسكرية التركية المرتقبة أو التي أعلنت عنها أنقرة في وقت سابق أنها ستكون بين منطقتي منبج وتل رفعت في ريف حلب الشمالي، وهذا أمر يعني شهدناه في وقت سابق بالنسبة لقصد عندما كان هناك عملية غصن الزيتون الذي تمكنت منه قوات الاحتلال التركي من التوغل في الأراضي السورية والسيطرة على منطقة عفرين. يومها أيضا قصد حاولت أن تقول بأنها موافقة على شروط الجيش السوري، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة ربما توقعت أن يكون هناك إسنادا أمريكيا لهذه المنطقة، ومن ثم يعني تلقت هذا الخذلان من الجانب الأمريكي وتمكنت قوات الاحتلال التركي من الدخول إلى المنطقة. ربما الشيء نفسه يحدث هذه المرة، لكن الجيش السوري والقوات الروسية يعززان من يعني وجودهما في هذه المناطق سواء في يعني تل رفعت أو حتى في القامشلي، ليس فقط تحسبا أو ترقبا لعملية عسكرية تركية، وإنما أيضا لضرورة أن يكون هناك تواجد عسكري لهما في هذه المناطق. وبكل الأحوال مستقبل هذه العملية العسكرية وقرار حسمها ربما ينتظر قمة طهران التي ستكون يوم الثلاثاء المقبل، والتي تجمع بين بوتين وأردوغان والرئيس رئيسي. شكرا لك زميلة دمية نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق. ونعود إلى ضيفنا أيضا من دمشق السيد عقيل محفوظ. سيد عقيل، طبعا ناقشنا كل جوانب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، لكن بالنسبة لدمشق كيف ترى التوازنات المقبلة ما بعد هذه الزيارة للرئيس الأمريكي وما تم الاتفاق عليه خلال زيارته؟ أي دور يمكن أن تلعبه دمشق في ظل الاتفاقات السياسية الإقليمية؟ نعم، أنا أقدر أولا أن نحن نتحدث عن اختلال في التوازن وليس توازنات. لو أن هناك توازنات كان الأمر يعني مختلف بطبيعة الحال. كل ما جرى في منذ مجيء بايدن إلى القدس وحتى جدة يرتبط بكيفية أو أخرى بالحدث السوري أو بالأزمة السورية، كون سوريا جزء من اصطفاف أو تحالف إقليمي، وكون غرض الزيارة المعلن أو أحد أغراض المعلن هو إقامة تحالف إقليمي ضد إيران وحزب الله أو ضد هذا يعني حلف المقاومة بالتعبير الشائع. المفردات إعلان القدس وجدة المتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، مسألة حل الدولتين، مسألة التطبيع، مسألة تحالف ناتو سواء تم التصريح بذلك أم لا، كلها مفردات هي تتعلق بثوابت بأساسيات للسياسة السورية منذ عدة عقود، ولذلك هي معنية بالتمام بكل ما يجري. لكن الشعور بأنه كل هذه المخرجات لم تفضي بالتمام إلى ما كان معلن قبل حدوثها، هذا مؤشر إيجابي، مؤشر طمأنة إذا شئت، هو فرصة إذا شئت. أما التهديد الرئيس بتقديري بالنسبة لسوريا هو أن أمريكا تريد أن تقيم شبكة أو إدماج
أو شبكة دفاع أو تحالف إقليمي عسكري، فيما أمريكا هي تحتل أجزاء من الأرض السورية، وأن تركيا أيضا تحتل أجزاء أخرى، وإسرائيل تستهدف سوريا. كل هذه المفردات هي شواغل صناع القرار في البلاد، وأيضا متابعين سوريين ينظرون لهذه المسألة نظرة مختلفة ارتباطا بالواقع السوري اليوم ووجود قوات احتلال أمريكية في البلاد. لذلك عندما أمريكا تريد أن تدمج إسرائيل في بناء خليجية، هذا يعزز من التحالف المناهض لسوريا خلال سنوات طويلة، سنوات الحرب، هو يقلل من التوقعات التي كانت قد حدثت قبل ذلك من فكرة يعني خطوة مقابل خطوة، فكرة الانفتاح العربي، فكرة الورقة أو اللاورقة الأردنية. هذا مؤشر بتقدير هناك أسئلة سوف تبرز، ليس أنا أتحدث من باب التأويل، يعني ليس هناك مؤشرات مباشرة على هذا الموضوع، لكن إذا أردنا أن نقرأ قراءة تأويلية للموضوع، هناك أسئلة: ما هو المنعكس في المرحلة المقبلة على انفتاح كان محتملا بشكل كبير للدول العربية على سوريا؟ ما هو منعكسه على موضوع التفاهمات السورية، عفوا الأمريكية الروسية في سوريا في مناطق مختلفة من البلاد؟ هناك أسئلة تبرز بتقديري حول هذه المسألة، لكن شواغل السوريين بتقديري هي قريبة جدا من الأساسيات البلاد اليوم، وليست شديدة الارتباط أو التركيز على هذه الزيارة، سواء كانت في بعدها الإسرائيلي أو بعدها السوري. سيد عقيل، كيف يمكن لكل هذه التطورات والصراعات والاصطفافات أن تؤثر على الملفات السورية، ولا سيما ملف الاجتماعات اللجنة الدستورية التي تم تأجيل أو إلغاء الدورة التاسعة منها بعد طلب روسيا نقل مقر هذه الاجتماعات بسبب الموقف غير الودي والعدائي من سويسرا تجاه روسيا، كما قال السيد ألكسندر لافرينتييف منذ مدة؟ كيف يمكن أن تتأثر هذه الاجتماعات؟ نعم، هذا ارتباطا يعني بمسألة أوكرانيا وهذا التوتر الروسي الغربي فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية. أنا أرجح بأنه هذا الإلغاء أو تأجيل إلى أمد يعني غير محدد يرتبط بمسائل تتعلق بالعقوبات والأمور الدبلوماسية واللوجستية إن أمكن التعبير. روسيا لن تغير، يعني لا تزال تعمل في سوريا وفي أفق القرار 2254، وليس هناك في العالم من يرفض هذا الأفق إذا شئت أو هذا القرار. الروس مهتمون بمسار السياسة في البلاد وكذلك الحكومة السورية، ولذلك هذا التأجيل يرتبط بإكراهات مرتبطة أيضا بمواقف الدول الأوروبية حيال روسيا، وليس حيال جذر العملية نفسها، يعني المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة حول الدستور. هذه النقطة. النقطة الثانية أن روسيا تريد بالفعل أن تدفع بهذه الجولات منذ فترة بعيدة أن تتم في الإقليم، في المنطقة، في سوريا أو في بلد مجاور. هذا الأمر يبيئ أكثر العملية، يجعلها أقرب من بيئتها العربية المشرقية إذا شئت السورية، يعني بكل هذه الاعتبارات وهذه التعابير. وهذا يساعد أيضا أكثر على أن تكون أن تفضي، ربما يهيئ ظروف أفضل لأن يعني أن تصل إلى نتيجة ما هذه الجولات حيال اللجنة الدستورية. أنا أقدر بأنه ليس هناك تغيير حتى الآن بالرغم من كل هذا الاحتدام في أوكرانيا وغيرها في أولويات الدول الكبرى حيال المسألة السورية. ويعني قبل أيام كان هناك تمديد لقرار المساعدات عبر الحدود لمدة 6 أشهر. صحيح كان هناك خلافية حادة في البداية، لكن توصلت الدول خاصة روسيا وأمريكا إلى تفاهم لمدة 6 أشهر. هناك يعني لا تزال أبواب مفتوحة ومداولات مستمرة لزحزحة وحلحلة هذه العقد في الموضوع السوري، وأعتقد لن تكون هناك بتقديري، وهذا تقدير أولي، تغيرات كبرى في مسار التفاهمات حول الأزمة السورية في الفترة القريبة. على كل حال أستاذ عقيل، ننتقل الآن إلى جديد اليوم. في السودان، أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق عن إجراء حظر التجول في منطقتي دمازين والرصيرس، وتأتي خطوة حظر التجول بعد أحداث دامية في المنطقتين أدت إلى سقوط عشرات القتى والجرحى من جراء اشتباكات قبلية استمرت يومي الجمعة والسبت. وقد تخلل الاشتباكات إحراق أسواق ومتاجر داخل الأحياء. نتابع بالحبر الجديد لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى جولة على أبرز موضوعات الميادين نت وقضاياها بلغاتها المتعددة.
في صفحة المقالات تكتب هدى رزق هذا المقال بعنوان النفط وإسرائيل ثوابت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وفي مقال آخر يكتب وسام أبو شمالة عن إعلان القدس ما الجديد الذي حمله، وفي صفحة الثقافة تكتب شيرين أبو عكا عن الرسم على رمال بحر غزة فن حر داخل أكبر سجن في العالم. في صفحة الفيديوهات نشاهد إعادة فتح شاطئ فوكوشيما في اليابان للمرة الأولى منذ الكارثة النووية عام 2011. وفي الميادين نت بالإنجليزية نتابع باقة من الأخبار السياسية والمتنوعة حول العالم، وفي مدونة الميادين نقرأ هذه المادة لشعيط مسلم بعنوان بايدن سيسقط عن الدراجة مرة أخرى خلال إنشاء الناتو العربي. وفي صفحة بالصور نتعرف على أبرز بنود ما يسمى إعلان القدس الأمريكي الإسرائيلي. وفي صفحة الفيديوهات نتعرف على تفاصيل التواطؤ الإسرائيلي في الإبادة الجماعية في رواندا التي ذبح فيها 800,000 من أقلية التوتسي على أيدي قوات الهوتو. موضوعات وقضايا أمريكا اللاتينية وغيرها نجدها في الميادين نت إسبانول، وفيه الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عدد ضحايا الصراع الداخلي في هايتي، ومن فنزويلا نقرأ زوجة أليكس صعب تتهم واشنطن باستخدام ملف رجل الأعمال المعتقل لديها أداة ضغط لبث الخوف. ومن صفحة المقالات اخترنا لكم هذا المقال لبعثة الحقيقة الفنزويلية بعنوان الذهب الفنزويلي المحجوز في لندن يؤكد فعل السرقة من قبل مؤسسات بريطانية. والآن ننتقل إلى بعض أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فقرة الميادين أونلاين تطلعنا عليها الزميلة نادين عباس. نادين مرحبا. صباح الخير أحمد. أحمد، من أبرز المواضيع التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي هو زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، ونشرت الباحثة التركية خديجة جنكيز تغريدة مفتردة ما كان يمكن لخطيبها الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول أن يقوله تعليقا على صورة المصافحة بقبضة اليد بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن. وتظهر الصورة كما نرى التي نشرتها جنكيز صورة حساب خاشقجي في تويتر مغردا مرحبا بايدن، هل هذه هي المسؤولية التي تعهدت بها حول قتلي؟ أيضا وعندما تحدث الرئيس الأمريكي عن مغادرة القوات الأمريكية جزيرتي تيران وصنافير بعد تمركز القوات هناك إلى أكثر من 40 عاما بحسب اتفاقية كام ديفيد، انتشر وسم في مصر تيران وصنافير مصرية، وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيادة المصرية على الجزيرتين وأنهما تابعتان للجمهورية العربية المصرية. نرى مثلا هذه التغريدة، سواء بقيت قوات حفظ السلام حسب اتفاقية كام ديفيد أو رحلت سوف تبقى تيران وصنافير مصرية. أيضا في السعودية فقد انتشر الوسم نفسه وهو تيران وصنافير سعودية، ولكن للتأكيد على تبعية الجزيرتين للمملكة السعودية. وفي زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي، أخطأ بايدن مجددا في نطق المصطلحات والمعاني خلال كلمته في قمة جدة، وخلط الرئيس الأمريكي بين كلمتي الأنانية والإيثار في خطابه قائلا إنه يكرم أنانية الجنود الأمريكيين، ليعود ويصحح الكلمة قائلا إنه يكرم إيثار وشجاعة الجنود الأمريكيين. بالانتقال إلى موضوع آخر أحمد، قام ناشطو مؤيدون للقضية الفلسطينية في برلين بالنزول إلى الشوارع حيث وزعوا منشورات للتوعية وببطولة الأسرى المضربين عن التعامد أكثر من 100 يوم، وذلك تحت وسم Freedom All.
أيضا احتج ناشطو مؤيدون لفلسطين في مانشستر على تواطؤ جامعة مانشستر مع الفصل العنصري الإسرائيلي مطالبين بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم. موضوع آخر في المجر، فقد انتشرت هذه الفيديوهات لبعض المحتجين ضد قانون جديد يقضي بزيادة الضرائب على عشرات الشركات الصغيرة. أما في المغرب فقد تصدر وسم أخنوش إرحل مواقع التواصل، إذ طالب المغردون برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات في البلاد رغم انخفاض السعر دوليا. وبالتوازي مع هذا الوسم، طالب المواطنون في هذه الحملة الافتراضية بتخفيض ثمن الغاز إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم. عودة إليك أحمد. شكرا جزيلا لك نادين عباس المحررة في الميادينات على هذه الجولة. نعود إلى ضيفنا سيد عقيل محفوظ من دمشق بسؤال أخير في ختام هذه الحلقة. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي أيضا ركزت على جولة بايدن وتفاعل معها الناشطون. برأي كل هذه الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن وفشل هذه الجولة وزلات اللسان وما إلى هنالك من أخطاء، برأيك هل ستمنع الرئيس بايدن من التواجد في المشهد الانتخابي المقبل في الولايات المتحدة برأيك؟ هلا مؤشرات كثيرة، يعني ليست قبل جولته وقبل زلاته، هناك مؤشرات كثيرة أمريكية حول وضعه الصحي، حول قدراته الذهنية، حول إمكانية المتابعة هذا التسلسل المنطقي إذا شئت. يعني في مشكلة حتى بالترابط الأفكار والسلوك، ونقرأ بأن هناك دليل أنه افعل كذا لا تفعل كذا، انتقل الآن تغير. يعني هذه مسائل يعني كلها تؤشر على أنه من الصعب أن يكون في المشهد المقبل. هذه النقطة التالية بأنه كيف تستطيع، يعني ما هو موقف الرأي العام الأمريكي حيال يعني تصرفات وخلال أخطاء وعثرات متكررة. أنا أتخيل لو أنها تصدر عن أي رئيس دولة آخر في العالم كان موضوع مستمر للسخرية وللنقد الحاد من قبل البروباغندا الأمريكية وحلفاء حول العالم. في مشكلة أنه أنا أستغرب اليوم أنه هذه الأمة الأمريكية بحضورها بقوتها، هل كيف تستطيع أن تخرج وكيف أخرجت مثل هذا الرجل لقيادة بلد من المفترض أنه هو الأقوى في العالم؟ لكن هذا ما يحدث في السياسة وخاصة في بلدان مثل أمريكا، حيث اللوبيات والدولة العميقة التي تفعل ما تفعل. شكرا جزيلا لك الأستاذ عقيل محفوظ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة، والشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. إلى اللقاء.